فقرة الجمال اليوم رح نتكلم عن المكياج المناسب للمناسبات، المكياج اللي بيعادة اللمعة اللي يكون جريء شوية اللي ما ممكن نعتمده بالأيام العادية، لكن بالمناسبات فرصة حلوة إنه نستخدم هيك نوع من المكياج. ولهذا أنا والبنات محضرين لكم أفكار حلوة للمكياج المميز. أول لوك ميك اب حابة أتكلم عنه هو اللوك الميك اب اللي يعتمد بالدرجة الأولى على الأيلاينر، بس مو أي أيلاينر، الأيلاينر اللي يسمى به أيلاينر الهبة أو موضة الأيلاينر اللي يجي طويل وبنفس الوقت نمده على منطقة زاوية العين. هيك نوع من الأيلاينر جدا على الموضة، البنات اللي حابين دائما يكونون ترند مو بس بملابسهم حتى بالميك اب ممكن يعتمدوه. شفنا العديد من النجمات وأيضا الممثلات والبلوجرز على مواقع التواصل الاجتماعي استعملوا وشاركوا متابعيهم بهيج نوع من المكياج، ممكن نعتمده بهيج مناسبات. المكياج مثل ما نشوف بالصورة اعتمدت العارضة على آيلاينر الطويل بنفس الوقت كملتها مع أحمر الخدود، بس أحمر الخدود الفاقع البارز اللي بيلمع شوية. طبعا هيج نوع من المكياج يعتبر جريء نوعا ما، ما مناسب ابدا للطلعات النهاريه ويجب ان يكون فقط في الحفلات والمناسبات. انا حابه اجرب هذا الايلاينر بان، احب الاشياء الغريبه مثل ما قلتي، احب اعتمد شيء غريب واكيد ان شاء الله اشوفكم اللوك. اما اللوك اللي اختاريته فهو المكياج الديسكو، مثل ما نعرف يكون المكياج الصارخ كلش دارج هذا الموسم، مع انه هذا المكياج كان بحقبه السبعينات، ومثل ما نشوف العارضه اعتمدت اللون الاخضر الميتاليك على كامل الجفن، وتقدرين انت تخلين على زاويه العين اللون الاخضر الغامق واسفل العين ايضا اللون الاخضر الغامق. هيك نوع من المكياج تبرز جمال العيون وحلوه هذه الالوان مناسبه لاعياد الميلاد وراس السنه الميلاديه اذا كنتوا طالعين على حفله، وحلو هيك نوع من المكياج ايضا تعتمدون وياه حمره بلون النود او الوردي الفاتح. ايش قد ما يكون المكياج العين الصارخ لازم دائما نعتمد شيء فاتح جدا بلون الحمره حتى لا يكون الميك اب اوفر. فعلا مثل ما ذكرتي ميسم، انت ذكرتي مكياج عيون صارخ على شفاه ناعمه، انا راح يكون بالعكس، راح نتكلم عن موضه الشفاه الصارخه مع مكياج عيون ناعم جدا. هذا البنات اللي يحبون يعتمدون مكياج عيون ناعم تقدرون انه تعتمدون خصوصا في موسم الاعياد، بما انه بموسم الشتاء حلو الالوان الدافئه على الشفايف مثل اللون الاحمر او اللون البرغندي على الشفايف، فلازم دائما نعتمد وياه مكياج عيون ناعم جدا. تقدرون تحطون مثلا لون بينك فاتح او لون نود على العيون مع مسكارا كثيفه، وتعتمدون فقط لون شفاه يكون صارخ مثل ما ذكرنا لون البرغندي راح يكون كلش مناسب مثل ما تشوفون بالصوره. بهالطريقه نكون وازننا بمكياج وجهنا وبنفس الوقت جربنا شيء جديد نوعا ما.